تحت شعار قيم الفن والجمال تنتصر على الإرهاب والدمار، انطلقت أنشطة الملتقى الوطني الرابع لفنون الأطفال والذي يقيمه فرع حمص لطلائع البعث بالتعاون مع مديريتي التربية والثقافة، حيث افتتح أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي معرضا فنيا للأطفال في المركز الثقافي بحضور فعاليات رسمية وشعبية. هذه الصور التي شاهدناها اليوم إنما تدل على فرح أطفالنا بالنصر وبالنصر القريب إن شاء الله بعد أن هزمنا الإرهابيين والتكفيريين الذين حاولوا التأثير على وطننا والتأثير على وحدتنا الوطنية. هدف إلى تنمية المواهب والقدرات الإبداعية الفنية لدى الأطفال، نشر ثقافة المحبة والتسامح من خلال تعبيرهم بالرسم ورسمتهم والصورة والكلام واللون عن أحاسيسهم ومشاعرهم. خلال هذا الملتقى هناك ندوات ومحاضرات بالتعاون والتنسيق والتشارك مع وزارة الإعلام، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العام لنقابة الفنانين التشكيليين بهدف رفع وتعميق الوعي بفنون الأطفال، بهدف إكساب الرفاق المشرفين مهارات وخبرات ومعارف جديدة. يستمر الملتقى لمدة يومين ويتضمن عدة ندوات ومحاضرات عن ثقافة فن الأطفال ودور الجهات المعنية في تنمية مواهب الأطفال. نحن شاركنا بالمعرض لإثبات أن أطفال سوريا هني بيعبروا عن الفرح والسلام والمحبة. رسمنا عن ساعة حمص جديدة هي عم تعبر عن الفرحة بعالم سوريا، أنه حتى ساعة حمص فرحانة بسوريا. وأنا كمان رسمت أنه عبارة عن أولاد فرحانين بالنصر وإن شاء الله هني بدهم يعملوا البلد. رسمت بنت واقفة على تلة والتلة كلها مزينة بالعشب وبالورود وعم تحط علم سوريا على التلة. عم بيقول أنه كيف الإرهاب دمر سوريا وكيف الجيش ونحن والأطفال كيف بدنا نعمر سوريا. أطفال سوريا رغم كل ظروف الحرب التي مروا بها لم يتوقفوا عن الإبداع والفن، فهم براعم تزهر في كل المجالات ليؤكدوا للعالم أجمع أنهم حراس المستقبل وعشاق المحبة والسلام. أطفال سوريا فرسان الغد.